فيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير. صباح الخير أمريكا. في يوم الكون يا وطن الموت كنا سوا. يمكنكم الآن متابعة برنامج سوا على الهواء على قناة ميوزك لايف عبر الدش نتورك شانل 633. البرنامج يبث للمستمعين يوم الثلاثاء الساعة 8 صباحا حسب التوقيت الشرقي للولايات المتحدة في ميشيغان وتوليدو وأوهايو وويندزور كندا على الموجة المتوسطة WNZK 690 AM، ولمستمعينا في مناطق واشنطن وفرجينيا وميريلاند على الموجة المتوسطة WDMV 700 AM. يمكنكم الاستماع للبرنامج عبر الاتصال من أي هاتف على الرقم 702-489-0120. يتلقى البرنامج اتصالاتكم مباشرة من داخل الولايات المتحدة على الهاتف رقم 248-557-3300. الإضافة عبر سكايب US Arab Radio. للاستماع للبودكاست usshammedia.com. سوا على الهواء يأتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير. صباح الخير أمريكا. في يوم الكون يا وطن الموت كنا سوا. تابعوني أنا محمد عبد الظاهر في حلقة اقتصادية جديدة من برنامجكم الاقتصاد اليوم، نلقي فيها الضوء على أبرز القضايا والأحداث الاقتصادية وحرس الأوراق المالية في أمريكا والشرق الأوسط. يباع إليكم عبر برنامجكم سوا على الهواء من ميشيغان وواشنطن، والذي يبث على الموجة المتوسطة من ميشيغان WNZK 9 AM ومن واشنطن WDMV 700. من الساعة 8 إلى الساعة 9 صباحا بالتوقيت الشرقي في الولايات المتحدة الأمريكية. تابعونا فدائما لدينا الجديد. السيدات والسادة، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاقتصاد اليوم، حيث سوف نداوم على تقديمه في الثلاثاء الأخير من كل شهر وعبر سوا على الهواء من ميشيغان وواشنطن. أسعد بتقديمه إليكم محمد عبد الظهر. في البداية موجز لأهم وآخر الأخبار الاقتصادية العالمية. أنباء عن صفقات في قطاع الأدوية تفقد أسهم القطاع في بريطانيا، والذهب يتعافى من أقل مستوى في أسبوعين ونصف، وهناك ارتفاع في الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات اليوم لتعزيز المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي. استقرار مزيج برنت الخام قرب أعلى مستوى في 6 أسابيع متجاوزا 110 دولار للبرميل بفعل مخاوف من انهيار اتفاق لتهدئة التوترات في أوكرانيا، وكذلك توقعات بزيادة مخزونات الخام الأمريكي. مؤسسة النفط الليبية تنتج ما يعادل من 220 ألف برميل يوميا مع استمرار إغلاق بعض الحقول. بنك NCB الباكستاني يعتزم تأسيس فرع إسلامي له. وفي نهاية الموجز، وزارة المالية الألمانية النمو سيتباطأ في ألمانيا بعد بداية قوية شهدها بداية العام. والآن إلى حلقة اليوم من برنامجكم الاقتصاد اليوم. السيدات والسادة، كنا قد بدأنا الشهر الماضي مناقشة موضوع قانون الانكسال الضريبي وأثره على حجم الاستثمارات الأمريكية والعربية، وكذلك حجم الأموال المتوقع حصدها من قبل الإدارة الأمريكية جراء تطبيق مثل هذا القانون. اليوم نتابع الموضوع من جانب آخر، وهو مدى تعارض القانون مع خصوصية القوانين السائدة في بعض الدول العربية، إلى جانب مقررات بازل بخصوص الحفاظ على سرية الحسابات البنكية. أيضا ما هي طبيعة العقوبات التي قد تقع على كل أمريكي أو مزدوج الجنسية حين يخالف قواعد الإفصاح التي يشترطها القانون.
معي ومعكم اليوم الأستاذ الدكتور إبراهيم عويس المستشار الاقتصادي الدولي والأستاذ الفخري بجامعة جورج تاون في واشنطن. الدكتور عويس له أكثر من 60 كتابا وبحثا علميا باللغتين العربية والإنجليزية، وحاصل على شهادين الماجستير والدكتوراه من جامعة نيوسينيا، وقام بالتدريس في جامعة جورج تاون لأكثر من 40 عاما، وكان أستاذا زائرا في جامعة هارفارد وجامعة جونز. اهلا بك استاذ دكتور ابراهيم عويس. اهلا وسهلا. متابعه للمقدمه ومتابعه للحلقه الماضيه حول قانون الامتثال الضريبي، يعني هل ان لك ان تعطينا يعني كتعريف او مفهوم مبسط لمثل هذا القانون، ومتى بدات امريكا في سن هذا القانون؟ هو فاكتور يسمى فاكتور بالانجليزي، ده اختصار لقانون Foreign Account Tax Compliance Act، معناه قانون التزام الحسابات الخارجية بقوانين الضرائب الأمريكية. وهذا القانون يلزم أن جميع الأمريكيين حتى الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة أن يضمنوا حساباتهم ودخولهم الخارجية مع الإقرار الضريبي الذي يقدمونه في كل عام في أي وقت، حتى في غاية في أي وقت، ولكن لابد من الالتزام بالموعد النهائي وهو 15 ابريل من كل عام. هناك ثلاث وجهات لهذا القانون. الوجه الاول، يلزم القانون جميع مؤسسات التمويل مثل البنوك وغيرها ان تبرم اتفاقا مع مصلحة الضرائب الامريكية بالإخطار بأسماء وحسابات كل فرد يحمل الجنسية الأمريكية، سواء يعيش في الولايات المتحدة أو خارجها. ثانيا، يتحتم على كل من يحمل الجنسية الأمريكية أن يخطر عن حساباته الخارجية والدخل الذي يحصل عليه من موارد خارج الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الدخول التي يحصل عليها في داخل الولايات المتحدة. ثالثا، محاولة إلغاء أي ثغرات للتهرب الضريبي من دفع الضرائب المستحقة. لكن دكتور عويس، يعني في بعض السلبيات في هذا الموضوع وبعض، يعني قبل ان نتطرق للسلبيات دكتور، يعني هل امريكا في حاجة الى مثل هذا القانون، وخاصة في رصد تحركات بنكية لكل الامريكيين العائشين الذين يعني يقطنون خارج الاراضي الامريكية؟ هي ليست في حاجة في الواقع لهذا مثل هذا القانون، وبالتالي فنجد أن الحزب الجمهوري يعارض هذا القانون. ليس في حاجة. لماذا يا دكتور ليس في حاجة؟ وكل التوقعات وكل المحللين يقولون أن أمريكا تحاول حصد ما يمكن من أموال الضرائب، وخاصة لإيجاد فرص عمل جديدة، لإيجاد أموال أكثر طائلة من الضرائب، وخاصة في ظل ارتفاع نسبة التهرب الأمريكيين اللي هم الذين يقطنون خارج الولايات المتحدة من الضرائب. لا شك أن هذا ما أشرت عليه صحيح، وبالتالي فإنه بالذات حينما يزداد يزداد التهرب الضريبي، فإن الولايات المتحدة أو بالذات مصلحة الضرائب الأمريكية تريد أن تتعقب كل من يتهرب من الضريبة، سواء يعيش في الولايات المتحدة أو خارج الولايات المتحدة. يعني هناك توقعات أن الولايات المتحدة قد تحصد ما يعادل
10 مليار دولار في السنة الأولى من تطبيق مثل هذا القانون على العاملين الأمريكيين العاملين بالخارج. فهذا مبلغ ليس بسهولة، أو هذا مبلغ كبير بالنسبة لجانا براد. هذا صحيح، ولكن بالنسبة للدخل القومي الأمريكي فهذا شيء نسبة بسيطة جدا في الوقت الذي نجد فيه أن هناك تكاليف لمثل هذا القانون ومحاولة تطبيقه وتعقب الآخرين في خارج الولايات المتحدة، لدرجة أنه يعني كما قال أحد رجال الأعمال أن أمريكا تنفق دولار لتعقب مثل تلك الأموال الخارجية، وتحصل على 50 سنت. لكن دكتور أي تكاليف تقصدونها؟ يعني أي تكاليف قد تدفعها أمريكا في ذلك، تشين أن كل البنوك الملزمة بتطبيق مثل هذا القانون سوف تقوم بذاتها بعمليات البحث وعمليات الإبلاغ للإدارة الأمريكية، فما هي نوع التكاليف؟ لابد من إنفاق من يتعقب هذه الأمور، وبالتالي فنجد أنه في بعض الدول هناك من يتخصص في السفارة الأمريكية في الخارج لتعقب هذه دخول هذا إنفاق كبير جدا. ثم أنه السفريات المختلفة التي يمكن أن يقوم بها أعضاء يعني من يمثل مصلحة الضرائب الأمريكية، هذه كلها تكاليف. إذا دكتور، إذا كان القانون سوف يجلب لأمريكا خسارة بنسبة 50%، فلماذا أمريكا تصر على تطبيقه؟ هل لوضع آلية معينة قد تكون تجذب استثمارات أكبر في المستقبل أم ماذا؟ كل شيء له وجهان أو عدة أوجه. فطبعا بالنسبة للولايات المتحدة فتريد أن تحصل على أقصى ما يمكن أن تحصل عليه من الضرائب من دافعي الضرائب الأمريكيين، سواء كانت لهم حسابات داخلية أو حسابات خارجية. فبالتالي فإن هذا القانون أدى إلى أنه عدد من الممولين قرروا أن هم يتنازلوا عن الجنسية الأمريكية، وهذا طبعا يمثل خسارة بالنسبة للولايات المتحدة، لأن هؤلاء الممولين لهم استثمارات عالمية كبرى، ولهم أيضا إنفاق داخلي في الولايات المتحدة، فبالتالي فإن هناك خسارة للولايات المتحدة من أن عددا من الأمريكيين تنازلوا عن جنسيتهم واحتفظوا بجنسية البلد الأصل. أنا هذا يعني حال المزدوجي الجنسية. لكن دكتور، يعني بالنظر إلى نص القانون أيضا، هناك مطالبة لمن يحملون أسهم في شركات أو سندات أو أسواق مالية تزيد عن 5%، يطالبهم القانون أيضا بدفع الضرائب على هذه الأسهم أو هذه الحصص. تماما، هذا الموضوع صحيح، و المعلومات التي ذكرتها حقيقية. فهذا طبعا يبين انه الولايات المتحدة مصرة على التعقد، بالرغم من ان الحزب الجمهوري لا يوافق على ذلك القانون. وطبعا عشان نجاح هذا القانون لابد ان يكون هناك اتفاق
دولة فقط 26 دولة أبرمت اتفاقا مع الولايات المتحدة، ليس بينها أي بلد عربي وليس بينها أي بلد من شرق آسيا غير اليابان، حتى يكون هناك فعلا تطبيق كامل لهذا الموضوع، أن يكون هناك اتفاق دولي على تطبيقه، وأن يكون هناك قبول من الحكومات المختلفة لتطبيقه ومساندة تعقب الأموال الخارجية لمصلحة الحكومة الأمريكية. نعم دكتور، حضرتك تكلمت عن 26 دولة وقعت اتفاق مع الولايات المتحدة، هل 26 دولة هذا ضمن قانون الفاتيكان أم ضمن قانون آخر؟ لكن دعنا يعني نأخذ فاصل إعلاني، سيد والسادة فاصل إعلاني ونعود إلى نفس النقطة مع الدكتور إبراهيم موز. تابعوني، أنا مشير عبد الظاهر والاقتصاد اليوم في سوا على الهواء من ميشيغان وواشنطن. أكل تاج أخير من كل شهر. سوا على الهواء. سوا على الهواء يأتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير. صباح الخير أمريكا. سيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من الاقتصاد اليوم، حيث نناقش قانون الامتثال الضريبي ونأسف لهذا العطل الفني. دكتور أويس هل تسمعنا؟ أيوة سامع كويس. دكتور، يعني قبل الفاصل قد تحدثنا عن 26 دولة وقعت اتفاق مع الولايات المتحدة بخصوص 26. هل هذا ضمن قانون الامتثال الضريبي أم ضمن قوانين أخرى للتبادل الضريبي في هذا الشأن؟ هو من الامتثال الضريبي بالذات وتطبيق لهذا القانون الذي صدر هذا العام في الولايات المتحدة. دكتور، تكلمتم عن إيجابيات وسلبيات قبل الفاصل، هل ممكن اطلع على هذه الإيجابيات أو السلبيات في وجهة نظركم؟ طبعا هناك إيجابيات، وهو الحصول على دخول لزيادة الدخل الحكومة الأمريكية، لأن الحكومة الأمريكية في وضع اقتصادي فيه عجز في الميزانية، في الوقت الذي يتطلب من الحكومة الأمريكية إنفاقا على الإعمار وعلى الطرق ولزيادة الدخول كجزء كامل متكامل من محاربة الكساد الذي بدأ في سنة 2008. مثل هذا السبب هو الذي أدى إلى أن مصلحة الضرائب الأمريكية استطاعت أن تمرر مثل هذا القانون لزيادة الدخل الضريبي، وبالتالي زيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات المختلفة. دكتور، لو نظرنا إلى يعني متطلبات تطبيق مثل هذا القانون، سواء كانت على الجانب الأمريكي أو الجانب الدول التي بالفعل وقعت الاتفاق، ما هي أبرز تلك المتطلبات؟ أبرز تلك النقاط المختلفة أنه الحكومة تتعقب، الحكومة الخارجية تتعقب دافعي الضرائب الأمريكية المصلحة الأمريكية، فهذا شيء لا تقبله
عدد كبير من الدول لأنها بتمس السيادة سيادة الحكومات المختلفة على أراضيها وعلى بنوكها. أيضا نجد أن هناك من هناك مؤسسات أجنبية كثيرة بالذات في سويسرا التي تعتمد على الحسابات السرية وهناك طبعا مزايا للحكومة السويسرية بالرغم من أن الحكومة السويسرية من أحد البلاد الذين وقعوا اتفاقية مع الولايات المتحدة لتعقب الأموال الخارجية. يعني يمكن بذكر الحكومة السورية يعني هناك حادث شهير في العام 2009 حين رفض بعض البنوك السويسرية كشف سرية حسابات ما يعادل من 1000 أمريكي لديه، وبدأت الولايات المتحدة الضغط على الحكومة السويسرية حتى أصحت عن ذلك ودفعت غرامة ما يقدر 780 مليون دولار لذلك. هل يعني هل معظم البنوك تخشى مثل هذه الواقعة مرة أخرى؟ طبعا تخشى ذلك، وأيضا البنوك تريد أن تستمر في الحصول على الدخول والمزايا المختلفة التي يقدر تحصل عليها من إيداع تلك الأموال بها. البنوك بتستفيد من الإقراض من الإيداع والإقراض، فحينما تقلل من الدخول لتلك المؤسسات المصرفية فطبعا هذا شيء يجعل تطبيق القانون صعب، ومن الممكن جدا أن المؤسسات الخارجية لا تستجب تماما بتطبيق ذلك القانون لمصلحتها الشخصية. يعني يمكن دكتور في بعض البنوك في ألمانيا والحكومة الألمانية والبريطانية قد رفضت يعني في البداية تنفيذ أو التوقيع على هذا القانون لولا أن بدأت الحكومة الأمريكية مغازلتهم يعني في كشف عن حسابات بريطانيين أو ألمان داخل الولايات المتحدة نظير التوقيع على القانون. هل هناك دول وخاصة في منطقة الشرق الأوسط قد تحذو حذوهم يعني في هذا الشأن؟ ليس هناك أي دولة من دول الشرق الأوسط وقعوا اتفاقية مع الولايات المتحدة في هذا الشأن. لماذا دكتور؟ هل هذا لإحفاظا على سرية في رأيهم أم في عدم تكامل؟ طبعا للسرية الخاصة بالسرية وأيضا السيادة. موضوع السيادة مهم جدا لتلك البلاد في الوقت الذي هناك بعض الموضوعات السياسية الهامة جدا بالنسبة للشرق الأوسط وبالذات الصراع العربي الإسرائيلي، فالسياسة والاقتصاد ما هما إلا وجهان لعملة واحدة، فهناك مواضيع كاملة متكاملة مع بعض، وبالتالي فإننا أعتقد إنه بعض الدول إلا إذا كان هناك ضغط أمريكي مثلا على البلاد التي تستفيد مباشرة من المعونة الأمريكية مثل مصر، ولكن هذا الموضوع لم أو الأردن وهذا الموضوع لم يتم حتى الآن. لكن دكتور بغض النظر عن الدول التي تستفيد مباشرة من أمريكا، ماذا يجبر الأطراف الأخرى لكي تطبق هذا القانون؟ هو طبعا علاقات دولية، في إطار العلاقات الدولية بين الولايات المتحدة وبين أي بلد من البلاد. الواقع أنه أحد البلاد التي لم توقع على هذا الموضوع على هذا القانون بالذات هي إسرائيل، وإسرائيل فيها
مليارات من الدولارات الأمريكية ومليارات الدخول. وبالتالي فإن عمليات الأجانب عمليات غسيل الأموال هناك، يعني طبعا معظم الأمريكان وغسيل أموال، فهذا طبعا هناك أيضا بجانب الصين، هناك الصين وهناك روسيا لم يقطعن بعد. تمام. وبالتالي فإننا نجد أن الولايات المتحدة لا تستطيع تعقب هذا الموضوع في إسرائيل لأسباب سياسية ولأسباب الضغط الإسرائيلي على الولايات المتحدة وعلى المشرع الأمريكي وعلى المعونات التي يحصل عليها المشرع الأمريكي من المنظمات الصهيونية في الولايات المتحدة. دكتور، يعني بالنظر إلى إسرائيل وعدم نفاذ القانون بسيادة بنوكها، هل ترى أن هذه النقطة قد تدفع بمليارات الدولارات الأمريكية إلى إسرائيل كاستثمار من ناحية، ومن ناحية أخرى كوسيلة لإخفاء تلك الأموال؟ تماما. أو تحترها العديد من الدول. هذا وهذا ما يحدث فعلا. ثم إنه الولايات المتحدة بتعطي إعانة لإسرائيل، هي الدولة الأولى المكتسبة من الإعانة الأمريكية. جزء من هذا المبلغ بيعود للولايات المتحدة للإنفاق على الدعاية ولتمويل الحملات الانتخابية لأعضاء الكونغرس. ونجد أن بعض المنشورات والمجلات الأمريكية تنشر فعلا ما تحصل عليه الهيئة التشريعية في الولايات المتحدة من أموال من أموال اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، وهذه مبالغ كبيرة جدا. وبالتالي فإن نجد أن المشرع في الولايات المتحدة تحت واقع تحت ضغط كبير جدا من ضغط كبير جدا، لأنه نجاح الشخص بالحملة الانتخابية يتوقف على ما يستطيع أن ينفقه، وأن الصهيونية العالمية تمول هذا تمويلا كبيرا جدا. دكتور، يعني في ظل الخلاف بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري ودفع الحزب الديمقراطي بتمرير القانون كما فهمت منكم، هل فعلا الحزب الديمقراطي له مصلحة في ذلك سواء سياسية أو اقتصادية من ذلك؟ الحزب الجمهوري في بعض الماليين الكبار بيتضرروا من هذا القانون، فهي مسألة مصالح. نعم. إذا الحزب الديمقراطي يدفع بهذا القانون للضرر أكثر بأعضاء في الحزب الجمهوري. تمام. لكن دكتور، لو نظرنا إلى طبيعة العقوبات التي قد يعني تطبقها أمريكا على البنوك أو المؤسسات المالية من ناحية، والأفراد من ناحية أخرى، في ظل عدم امتثالهم لمثل هذا القانون. مش فاهم السؤال. دكتور، ما هي طبيعة العقوبات التي قد تطال البنوك أو المؤسسات المالية الدولية من ناحية، أو الأفراد الذين لا يطبقون مثل هذا القانون؟ أولا عقوبات مالية، يعني ممكن جدا أن يكون هناك عقوبة تمثل مبلغ من المال لابد أن يدفع لمصلحة الضرائب، قطع 30% من التحويلات لمثل تلك البنوك القادمة، تحويلات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية. هذا أيوة. لكن كيف تسيطر الولايات المتحدة على مثل هذه التحويلات، وكيف تعلم أن هناك إذا لم يفصح البنك عن العملاء الذين لديهم؟ لا يمكن للولايات المتحدة أن يكون هناك لها كشف كامل في هذا الموضوع،
لأن رأس المال جبان، وبالتالي فإن التحرب لا بد أن يجد طرقا أخرى حينما تريد الولايات المتحدة أن تفتح مجالا. نجد أن هناك طرق أخرى يستغلها الآخرين، منها المؤسسات المصرفية العالمية، لأن المؤسسات المصرفية العالمية أيضا بتستفيد من الإيداعات هؤلاء الممولين. تم بل يعني ماذا يطال الأفراد في حال عدم تطبيقهم للقانون؟ طبعا عدم دخولهم الولايات المتحدة، من الممكن جدا أن تكون عقوبة أيضا بالسجن والغرامة. طبعا للشخص الموجود في الولايات المتحدة ممكن أن يطبق هذا، إنما اللي مش موجود في الولايات المتحدة من الصعب جدا تعقبه. من الصعب تعقبه، هذه وجهة نظر يعني حقيقية، من الصعب الولايات المتحدة تعقب أي حسابات بدون تعاون كامل من المؤسسات الدولية والبنوك في شتى الدول. لكن دكتور الحكومات أيضا، الحكومات نعم، لكن يعني ضمن يعني لو نظرنا إلى مقررات بازل واحد ومقررات بازل اثنين التي تقر حتما على ضرورة الحفاظ على سرية المعلومات والعملاء داخل البنوك، هل مثل هذا القانون تعارض مع تلك القوانين الدولية؟ تعارض، لأن الحسابات هذا الموضوع المفروض بين الممول والمؤسسة المالية، فحينما تكشف الأوراق للآخرين فهذا تعارض طبعا. يعني ما هي إجراءات البنك العادي، فلنقل بنك في مصر أو في العراق أو في قطر، ما هي إجراءاته عندما يبدأ بفتح حساب لأمريكي؟ هل إذا كان موقع ضرورة أن يخطر الخزانة وزارة الخزانة الأمريكية، أم كيف يصل تلك المعلومات إلى الخزانة الأمريكية؟ إذا كان هناك اتفاق على تطبيق ذلك القانون، ولكن ليس هناك دولة عربية وقعت مثل هذا الاتفاق. ليس هناك دولة عربية حتى الآن. حتى الآن. تمام. لكن لو تصورنا دولة غير عربية، هناك أمريكي سوف يفتح حساب في إحدى البنوك، ما هو الإجراء الذي يجب على البنك إقراره قبل أن يفتح الأمريكي حساب بنكي؟ يشير هنا إلى حالة فرد أمريكي يعيش في إنجلترا، وإنجلترا أحد البلاد التي وقعت الاتفاقية مع الولايات المتحدة بخصوص هذا القانون، فبالتالي فإن أي حساب لمثل هذا الشخص الأمريكي إنه البنك أو الهيئة المصرفية لابد أن تخطر مصلحة الضرائب الأمريكية بذلك. طب ماذا عن الحسابات القديمة التي توجد من سنوات ماضية؟ إذا كانت حسابات قديمة لابد أن تخضع برضو نفس الشيء. إذا كان هناك التزام حقيقي بهذا، وأنا أستطيع أن أقول أنه تلك البنوك والمؤسسات المصرفية العالمية خارج الولايات المتحدة تريد أن تضع في المقام الأول مصلحتها، وبالتالي فإنها من الممكن جدا أن تتغاضى عن تطبيق هذا القانون 100% أو بحذافيره، وبالتالي فإن هناك ثغرات لهذا القانون لا يمكن إطلاقا تعقبها. دكتور، ماذا عن الاستثمارات الأمريكية سواء داخل أو خارج الولايات المتحدة؟ نعلم جدا أن هناك العديد من رجال الأعمال مزدوج الجنسية ولديهم استثمارات بمليارات الدولارات سواء في المنطقة العربية أو في منطقة شرق آسيا،
ويهربون من الضرائب الأمريكية بتلك الاستثمارات في دول خارجية. هل معنى تطبيق القانون عودة تلك الأموال للاستثمار ثانية في أمريكا أم ماذا؟ طبعا عودة الاستثمار في أمريكا هذا يتوقف على قرار الممول نفسه. إذا الممول شعر بضغط أو شعر بعقوبات حقيقية تتطبق عليه فمن الممكن أن يلتزم، إنما إذا لم يشعر بذلك من الممكن جدا أن يتغاضى عن الجنسية الأمريكية كما حدث في عدد كبير جدا من الحالات. وبالتالي يفضل مصلحته الشخصية عن المصلحة العامة الأمريكية. نعم، يعني بصورة أوضح هناك بعض المستثمرين الذين يهربون لأموالهم للاستثمار في دول شرق آسيا أو أوروبا، وتلك الدول أيضا تفرض جزء من الضرائب على الاستثمار الأجنبي. فإذا طبقت أمريكا عليه ضرائب إذا فإنه يدفع الضرائب على استثماره مرتين، فما يجبره على المضي في ذلك. وهذا شيء طبعا لا يقبله المبول أو المستثمر. فهذا تعارض المصالح. هناك طبعا وضع امثل ان يكون هناك قانون يجعل المصلحه العامه للمستثمر ولمصلحه الضرائب الامريكيه يعني شيء متفق عليه، انما اذا لم يكن هناك اتفاق مبدئي فإن الممول فعلا يريد أن يحصل على أي مكاسب ويريد أيضا أن يقلل من الضرائب التي يدفعها، وهذا شيء من الأدب منذ الأدب، فإن التهرب الضريبي شيء موجود دائما. إذا وجدت هناك ثغرات في القانون، وطبعا بالنسبة لهذا القانون فهناك ثغرات لأن تطبيقه يلتزم أن تقوم المصالح الأجنبية كلها بمراعاة المصالح الأمريكية أولا وأخيرا، وهذا شيء غير وارد. دكتور، هناك يعني بعض الدعاوى التي تؤكد أو تشير إلى أن القرار سياسي بالدرجة الأولى أو قانون سياسي بالدرجة الأولى، حيث تستطيع أمريكا من خلاله الوصول إلى بيانات العديد من البنوك حول العالم، وبالتالي تعقيب جماعات تعتبرها أمريكا إرهابية ومعرفة مصادر تمويلها في شتى دول العالم. هل هذا صحيح منطقيا؟ هذا شيء سليم طبعا. هناك أموال تعطى لبعض الهيئات التي تعتبر، مثلا نجد الإخوان المسلمين في مصر الذين صدر قانون بأنها منظمة إرهابية، وبالتالي إذا كانت الولايات المتحدة بالاتفاق مع مصر تريد أن تتعقب أموال بعض أفراد الإخوان المسلمين في خارج مصر في إنجلترا أو في غيرها، لكن دكتور الأمر نسبي، يعني هناك الإخوان المسلمون أقرت مصر أنها جماعة إرهابية، لكن أمريكا لم تقر حتى الآن أنها جماعة إرهابية، وبالمثل هناك بعض الجماعات العربية أقرت أمريكا أنها إرهابية ومصر لم تقر أنها إرهابية، فهذا وهذا يمثل تماما كما ذكر يمثل الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها الممول ولا يدفع الضرائب المستحقة عليه، يعني خاصة إذا كان أحد أعضاء فلنقل جماعة الإخوان المسلمون أو أي من الجماعات الدولية هو أمريكي أو مزدوج الجنسية، فهنا يسهل تعقبه وتعقب مصادر تمويله. هذا صحيح. دكتور، يعني دعنا نأخذ فاصل إعلاني ثم نتابع معك أهم العقوبات التي قد تطال الأفراد في عدم تطبيق مثل هذا القانون.
تابعوني انا محمد عبد الظاهر والاقتصاد اليوم في سوا على الهواء من ميشيغان وواشنطن. اذكر السائل الاخير من كل شخص. السيدات والساده اهلا بعودتكم من جديد في حلقه اليوم من الاقتصاد اليوم، حيث في ضيافتي الاستاذ الدكتور ابراهيم عويس وحلقه حول قانون الامتثال الضريبي. دكتور عويس، لو تكلمنا عن تأثير هذا القانون سلبا على سمعة بعض البنوك، يعني مثلا سويسرا تأخذ سمعة كبيرة في الخصوصية وفي الحفاظ على سرية المعلومات وسرية الأشخاص، هل هذا يؤثر سلبا على مثل هذه السمعة في بعض الدول؟ لا شك في ذلك، وبالتالي هناك دول تستفيد من هذا بالهروب بأموالهم إلى بلاد أخرى غير سويسرا، وبالتالي فإن سويسرا من تتضرر من هذا الموضوع إذا كان الحكومة السويسرية تضغط على المؤسسات المصرفية بتعقب الحسابات السرية والحسابات المختلفة للممولين الأمريكيين مهما كانت في أي مكان يقيمون فيه. لكن دكتور، يعني في ظل ما تقولون عن هروب بعض رؤوس الأموال من سويسرا أو من بنوك أوروبية، قد يكون مقصدها مثلا في دولة تحافظ على تلك السرية كما ذكرنا إسرائيل أو روسيا، فهل هذا يعتبر يعني زيادة استثمارات موجهة لتلك الدول؟ وما هو طبيعة الموقف الأمريكي في مثل هذا الشأن؟ هو رأس المال كما ذكرت عدة مرات رأس المال جبان، وبالتالي فإن أي طريقة للممول أن يتهرب من الضريبة يقوم بها. ونجد أيضا أن هناك بعض الدول التي تسانده بزوال في ذلك بمؤسساتها المصرفية أو بالحكومة نفسها التي تتغاضى عن هذا الموضوع لمصلحتها الشخصية أيضا. فلابد مهما كانت تلك القوانين ومهما كانت العقوبات التي تتضمن هذا القانون على الممول، مهما كان ذلك فسيجد باستمرار ثغرات وباستمرار تهرب من دفع الضرائب للمصلحة الشخصية. لكن يعني عودة مرة أخرى نفس السؤال دكتور، يعني هل هناك استراتيجية للإدارة الأمريكية لتعقب مثل هذه الأموال في حال يعني استقرارها في دول زي إسرائيل أو روسيا أو الصين، دول يعني تترقب تطبيقها على أرض الواقع؟ هذا جزء من التكاليف التي تقوم بها الولايات المتحدة بإرسال مفتشين أو بإرسال مندوبين لتعقب تلك الأموال في البلاد المختلفة إذا سمح لها لتلك المؤسسات أن تقوم بمثل هذا التفتيش، وبالتالي فتتوقف على معلومات سرية. وإنه نجد أيضا أن هناك البوليس الدولي الانتربول بيستخدم في مثل هذا الوضع، ولكن مهما كان فإن التهرب موجود وسيكون موجودا باستمرار. بالعودة إلى بعض الأمريكان مزدوج الجنسية وتخليهم عن جنسيتهم الأساسية نظير وضع آمن بعيدا عن الضرائب التي تفرض عليهم، هل تجد ان هناك ارتفاع في هؤلاء الافراد الذين يتكلمون جنسيتهم خلال الفتره القادمه؟ لو تحدثنا خلال 5 سنوات قادمه، هل هناك نسبه معينه؟ هل ماذا نتوقع دكتور؟ انا اعتقد انه اذا الممول لم يجد طريقا اخر فانه سيتنحى عن الجنسيه الامريكيه إذا كان لديه جنسية أو جنسيات أخرى. أيضا دكتور، لو سيزداد هذا العدد، يعني
تمام دكتور، يعني لو تحدثنا ايضا عن التحويلات المالية التي تأتي من خارج الولايات المتحدة الى الولايات المتحدة او العكس، هل القانون يطول تلك التحويلات من بعيد او قريب اذا كانت اكبر من 100,000 دولار او ما الى ذلك؟ من الممكن يعني مثلا دخول الولايات المتحدة، حينما يدخل الشخص الامريكي الولايات المتحدة لابد ان يوقع اقرارا اذا ما كان لديه مال اكثر من 10,000 دولار. فهذه جزء من الآلية الامريكية. انما طبعا الممول الكبير لا يستخدم، لا ياخذ حقائب معه بالاموال. هذا طبعا شيء نجده لبلاد اخرى. بجيش الولايات المتحده من الممكن ان يفتش الشخص، وبالتالي بالتفتيش اذا وجد معه اموال اكثر من المصاب له اكثر من 10,000 دولار فبتصادق تلك الاموال مباشره. لكن دكتور اقصد التحويلات الماليه، يعني مواطن امريكي يعيش في دوله زي دول الخليج او دول اخرى، عندما يحول اموال سواء للاستثمار او لعائلاته قد تزيد عن 50,000 دولار، هل القانون يطول هذه ام كيف يصدر القانون في حين انها لم تدخل من قريب او بعيد لاي حساب بنكي؟ هو القانون يطبق على الممول حساباته الإجمالية، وبالتالي إذا كانت هناك حسابات فرعية أو تحويلات فرعية فمن الممكن جدا أن لا يكون هناك تطبيق كامل لعدم القدرة على تعقب كل تلك الأموال. طيب دكتور، لو يعني نظرة أخيرة، كما تقولون أن بعض الدول العربية أو معظم الدول العربية لم توقع بعد، هناك يعني أكثر من ما يقارب من شهرين حتى يبدأ تفعيل القانون جزئيا، يعني ماذا لو تعلم بعض الدول مثل مصر الآن مثلا علاقتها بالولايات المتحدة ليست كما قبل، أنها لم تطبق هذا القانون، هل هذا يطولها يعني عقوبات اقتصادية على الحكومة أم عقوبات على البنوك منفردة، أم ما هي طبيعة تلك العقوبات والإجراءات التي قد تتخذها الحكومة الأمريكية؟ العقوبات بالنسبة للحكومة الأمريكية تتركز على شيئين. الشيء الأول الغرامة، والشيء الآخر السجن. عن كلاهما طبعا بالنسبة للغرامة من الممكن أن يتفاوض عليها، بحيث أنه إذا كان مطلعة الضرائب الأمريكية تقرر أنه ممول ما لابد أن يدفع 10 مليون دولار غرامة، فمن الممكن التفاوض على أساسها، لأن من مصلحة الضرائب الأمريكية أيضا أن تصل إلى اتفاق. فإذا خفضت مصلحة الضرائب الأمريكية الغرامة من إذا مبلغ معين واتفق عليه، فمن الممكن أن يدفع. أما مسألة السجن فهذا شيء طبعا صعب جدا تطبيقه إذا كان الممول خارج الولايات المتحدة. طبعا من هنا من الممكن جدا أن الولايات المتحدة تلجأ إلى الانتربول وهو البوليس الدولي لتعقب هؤلاء الأشخاص ومحاولة استخدام السلطات الأجنبية في ترحيل مثل هذا الشخص الممول إلى الولايات المتحدة لتطبيق عقوبة السجن عليه. أخيرا دكتور، يعني رد الفعل المؤسسات المالية والأفراد الأمريكان داخل الولايات المتحدة على هذا القانون، هل هناك رضا عام أم هناك انتقادات؟ كيف ترى ذلك؟ هناك انتقادات كثيرة، لأن المصلحة تلك المؤسسات المالية تتعارض مع هذا القانون. كيف تتعارض دكتور وهي مستفيدة أكثر من أموال طائلة قد تعود؟ تمام. كيف تتعارض دكتور مع هذا القانون؟ تتعارض لأنه
إذا كان دخولها ستتأثر من تطبيق هذا القانون، فيحدث شيء أحد الشيئين: أولا التغاضي عن تطبيق هذا القانون بطرق قانونية وغير قانونية بتطبيق بإيجاد محاولات الاستفادة من ثغرات قانون الضرائب الكامل، وإما أن يكون هناك اتفاق على تطبيق هذا القانون بحذره، وأنا أعتقد أن هذا شيء لا يمكن أن يحدث، لأن المصلحة الاقتصادية والمصلحة السياسية هما العاملان الهامان في هذا الموضوع. لكن على مستوى المواطن الأمريكي العادي، هل هناك ارتياح نقص أم لا؟ الشخص الأمريكي العادي ليس له باع في هذا الموضوع، لأنه إلا إذا كان الدخول التي تحصل عليها الولايات المتحدة تؤدي إلى مكاسب في الولايات المتحدة، وهذه المكاسب تتضاعف حسب المضاعف الاستثماري لها، وبالتالي يرتفع الدخل القومي الأمريكي، ومن هنا من الممكن الاستفادة غير المباشرة للمواطن الأمريكي، بس هذا موضوع طويل جدا ولا يمكن جدا تعقبه، وبالتالي فإن الفرد الأمريكي العادي لا يشعر بمثل هذا القانون أو تطبيقه. إذا دكتور، يعني القانون ما زال قيد التنفيذ، وهناك عقبات كثيرة في طريق تنفيذه بالطرق المثلى التي تتمناها الولايات المتحدة الأمريكية. دكتور، في نهاية الحلقة نتقدم خالص الشكر والتحية أستاذ الدكتور إبراهيم عويس من واشنطن في حلقة اليوم الاقتصاد اليوم، وليلى الحسيني في الإعداد، وجيمس بانكر في هندسة الصوت من ميشيغان، وكنت معكم من دبي مباشرة محمد عبد الظاهر، في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء. تابعوني أنا محمد عبد الظاهر في حلقة اقتصادية جديدة من برنامجكم الاقتصاد اليوم، نلقي فيها الضوء على أبرز القضايا والأحداث الاقتصادية.